افتتاح مسابقه على اساس توظيف لرتبه متصل سلك نائب تقنيه وكتابيه على مستوى التمساح. نحن في 1939 مترشح على مستوى الولايه. اليوم السلك النواب المقتصدين، اليوم رانا ابينا مع السيد رئيس المركز عندنا نفتحوا عندكم. اليوم 9 نوفمبر 2024 انطلقت الامتحانات الرسمية للأسلاك المختلفة، 6 أسلاك، يوم المشرفين ومقتصدين ومستشاري التوجيه، كذلك المخبريين ونوب مقتصدين. اليوم عبر الولاية 8939 مترشح ب 30 مركز، من بينها مركز الامتحانات المهنية ب 58 مترشح. لأول مرة المفتشين التعليم الابتدائي للتربية البدنية وكذلك الإنجليزية تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليمات السيد وزير التربية الوطنية، يجتازوا 19 مترشح عبر المركز متوسط التعليم محمد. إن شاء الله النجاح لهذه الامتحانات اليوم والتوفيق لكل الجميع. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.